بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكان موضوع خطبة الجمعة اليوم كنا نتحدث عن حديث هرقل ملك الروم وقصته مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث، حديث هرقل، حديث عظيم، وهو حديث موجود في الصحيحين. فيه قصة وقعت لهرقل ملك الروم مع أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكان هذا في أيام في العام السابع الهجري، في وقت صلح الحديبية، وكان أبو سفيان كان مشركا في ذلك الوقت. والحديث فيه يعني فوائد عظيمة، فنقرأه إن شاء الله ونعلق على بعض ما فيه، مع التركيز على الجملة الأخيرة في أسئلة هرقل لأبي سفيان عندما سأله: فما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. نقف مع هذه الجملة يعني بعض الوقفات. قصة هرقل يعني باختصار، كما يعني أشرنا في الخطبة، هرقل كان قيصر الروم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جرت العادة في تلقيب من ملك الروم من المشركين يلقب بقيصر، ومن ملك الفرس من المشركين يلقب بكسرى، ومن ملك مصر يلقب بالمقوقس أو يعني، وكذلك يعني من ملك الحبشة كان يقال له النجاشي. يعني هي ألقاب تشبه يعني الملك والأمير والسلطان والرئيس وكذا، يعني كما حكام البلاد في وقتنا، يعني بعضهم يدعى أميرا، بعضهم يدعى سلطانا، بعضهم يدعى ملكا ورئيسا، غير ذلك من الألقاب والمستشارا ومش عارف. فاللقب الذي يعني يختارونه لتسمية من إيه أو لتلقيب من يحكمه. فأكبر يعني أمتين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الأمم قوة وبأسا ونفوذا ومالا وكذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أمة الفرس والروم. والروم كانوا يحكمون، يعني منطقة الشام وتركيا وأجزاء من أوروبا وغير ذلك من البلاد الكثيرة التي كانوا يحكمونها. والفرس يعني كانوا يحكمون البلاد المعروفة ببلاد فارس، يعني تشمل إيران وأجزاء كبيرة من الاتحاد السوفيتي يعني سابقا، وكذلك يحكمون العراق، وكان الفرس أيضا أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحتلون البحرين واليمن، وكان حاكم الفرس على اليمن، كانوا يعينون حاكما فارسيا على اليمن من قبل كسرى اللي اسمه زاذان، وقد أسلم يعني رضي الله عنه ورحمه الله، واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على اليمن، وبعث إليه بعض أصحابه رضي الله عنه، بعث معاذا وأبا موسى للقضاء بين الناس. فالقصد يعني أن ملك الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قيصر الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمه هرقل. فقيصر هو لقبه وهرقل هو اسمه، يعني قياصرة كثيرون. القيصر الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو هرقل. وكانت عاصمة بلاد الروم، يعني مقر إقامة هرقل قيصر الروم الإقامة الدائمة، كانت حمص، مدينة حمص التي يعني تتعرض اليوم لهذه المذابح والمجازر يعني والظلم والعدوان على أهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم على من بغى عليهم. وكانت حمص
كانت عاصمة بلاد الروم ومحل إقامة هرقل اللي هو قيصر الروم في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث كما ذكرنا في الصحيحين وغيرهما، نقرأ الحديث يعني كما ورد ونعلق عليه إن شاء الله. الحديث يعني الإمام البخاري رحمه الله ساق الإسناد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي هادن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا ترجمانا. الآن عندنا يعني الروايات الأخرى فيها بعض التوضيح لهذه المقدمة. في أولها أنه كان في فترة الحرب يعني قبل صلح الحديبية، كما تعلمون فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 10 سنوات قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة الشريفة، خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام في الغزو يعني في نحو 27 غزوة، ما بين 25 إلى 27 غزوة، بعضهم عدها 25 وبعضهم عدها 27 غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرايا التي بعثها عليه الصلاة والسلام أكثر من 75 سرية، أكثر من 75 سرية. السرايا هي تلك المعارك يعني يقال لها السرية أو البعث التي لم يخرج فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه، وإنما أرسل فيها بعض أصحابه، يعني أكثر من 100 ما بين غزوة وسرية خلال 10 سنوات. يعني هذا أيضا إيه بيان يعني لحال الجهاد في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معدل 10 مرات في السنة، 10 معارك في السنة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمم الكفر يعني. وكثير من هذه المغازي والسرايا كان غرضها قطع الطريق على تجارة قريش، وقريش تستحق ذلك، يعني هذا أولا نوع من الحصار الاقتصادي عليهم، وهم أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى أنهم أخرجوا المسلمين من مكة وعذبوهم وآذوهم واستولوا على أموال المسلمين وعلى تجارتهم، يعني كان الرجل إذا كان له تجارة أو أموال يمنعونه من الهجرة حتى يترك لهم أمواله ويدلهم على مكانه، مثل ما حصل مثلا مع صهيب الرومي رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر، منعه كفار قريش أن يغادر مكة حتى يسلمهم جميع أمواله ويرشدهم إلى مواضع ماله وأين خبأه، وقالوا له جئت مكة فقيرا واغتنيت عندنا وصارت لك تجارة وأموال، لا نتركك لتخرج بشيء من ماله. فقال لهم لو دللتكم على موضع مالي تتركوني؟ قالوا نعم، فدلهم على المواضع التي يعني خبأ فيها أمواله كلها وسلمهم كل ما يملك، وخرج وحيدا رضي الله عنه للهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية الكريمة نزلت في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل قال له يا ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اشترى نفسه وأعطاهم كل ما يملك مقابل أن يتمكن من الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال يعني ونموذج لما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان تاجرا كبيرا في مكة وكانت له أموال تجارة استولوا عليها كلها وذهب إلى المدينة لا يملك شيئا، ذهب إلى المدينة لا يملك شيئا وعمل يعني أجيرا في السوق حتى اكتسب يعني وزن نواة من ذهب، وبدأ يعني بدأ بها تجارته بعد ذلك رضي الله عنه،
واصدقها امراه وتزوج امراه اعطاها صداقه وكذا الى اخره. فالقصد يعني ان المشركين استولوا على اموال المسلمين، فكانوا يستحقون ان يقطع النبي عليه الصلاه والسلام عليهم ايه طريقه تجارتهم. يعني اصل غزوه بدر كما تعلمون يعني كانت تجاره خرجت لقريش الى الشام، وكانت بقياده ابي سفيان ايضا، والنبي عليه الصلاه والسلام اراد يعني اخذ هذه التجاره والاموال، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يفلت ابو سفيان بتجارته وان يبعث قريش ينادي قريشا لقتال رسول الله عليه الصلاه والسلام، ووقعت غزوه بدر. الشاهد ان قريشا تضررت تضررا كبيرا بسبب يعني المغازي والسرايا، وكانوا لا يتمكنون من التجاره، مع انهم كان من عادتهم رحله الشتاء والصيف، في الصيف كانوا يتاجرون في اليمن في الشام، وفي الشتاء في اليمن. في الشتاء كانوا يتاجرون في اليمن، وفي الصيف يتاجرون في الشام، يحملون البضائع من مكه الى الشام ويشترون ويبيعون هناك، ويشترون بضائع من هناك ويرجعون بها الى مكه وهكذا. فلما حصلت الهدنه فقريش اخرجت يعني قافله كبيره محمله بالبضائع، وكان على راسها ابو سفيان، وورد انه كان معه نحو 30 راكبا، نحو 30 راكبا كانوا مع ابي سفيان في هذه القافله، وكان منهم المغيره بن شعبه رضي الله عنه، كان مشركا في ذلك الوقت، كان واحدا ايضا ممن مع ابي سفيان في هذا الموضوع. كانوا قد ذهبوا الى غزه، كانت تجاره قريش كانت في غزه كما ورد في الروايات روايات الحديث، فكانوا يذهبون الى غزه يبيعون ما معهم ويشترون البضائع من غزه ويرجعون الى مكه يعني. فكان ابو سفيان ومن معه كانوا في غزه. في هذا الوقت كان هرقل كما ورد هنا ارسل اليه في ركب من قريش، فاتوه بإلياء اللي هي بيت المقدس، إلياء اللي هي بيت المقدس. هرقل كان في بيت المقدس في هذا الوقت. لماذا كان في بيت المقدس مع ان العاصمه هي حمص كما ذكرنا؟ ورد في روايه الحديث ان هرقل كان قد نذر لله تعالى ان نصرهم الله على الفرس ان يحج الى بيت المقدس او يذهب الى بيت المقدس لزيارتها، ووافق ذلك يعني في وقت التقاء هرقل بابي سفيان في العام السابع الهجري، كان هذا وقت انتصار الروم على الفرس. هذا النصر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه في كتابه الكريم الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الآيات هذه الكريمة نزلت في مكة قبل هذه الوقعة بحوالي 9 سنوات تقريبا، البضع اللي هو من 3 إلى 9، فقبل نزول هذه الآيات بحوالي 9 سنوات قبل الهجرة، كان يعني نزلت الآيات الكريمة، وكان الفرس قد انتصروا على الروم انتصارا كبيرا، اقتطعوا يعني مناطق شاسعة من أراضي الروم، وكان يعني حسب يعني حسب المقاييس البشرية يعني أنه لن تقوم للروم قائمة، ولا يمكن للروم أن يعيدوا الكرة والانتصار على الفرس يعني إلا بعد يعني عشرات السنين. الروم يعني قضي على قوتهم وجيوشهم وسكون على أراضيهم وكذا، فكان لا يظن أبدا أنهم ينتصرون على الفرس مرة أخرى في بضع سنين. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة، ووقعت يعني مراهنة بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأظن أمية بن خلف، بين أبي بكر وأمية بن خلف، أنه إن انتصر الفرس على انتصر الروم على الفرس في بضع سنين
يعني انه ايه اميه يعطي لابي بكر رضي الله عنه مش عارف كذا راسا من الغنم، اتفق على مقدار معين مش عارف 30 راسا من الغنم ولا كذا. واذا العكس يعني مرت بضع سنوات ولم ينتصر الروم على الفرسه ان ابا بكر يعطيه او كذا الى اخره. طبعا بعض العلماء يقول ان هذا كان يعني الائمه الاربعه يقولون ان هذا كان قبل تحريم المقامره وكان ذلك يعني جائزا. وراي الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ان هذه مقامره جائزه في نصره الدين، يقول بجواز المقامره يعني اللي هو يعني على شيء في نصره الدين، يعني التنافس بين مسلم ومشرك، يعني كان هذا الشيء من الدين حق اعطيتني كذا، وان كان هذا الشيء يعني باطلا اعطيك كذا، يعني كنوع من التحدي يعني في مجادله المشركين وفي نصره الدين وكذا. فيرى الشيخ الاسلام ابن تيميه ان هذا الامر جائز، يعني يستشهد بقصه ابي بكر رضي الله عنه ودار ابن تيميه وابن القيم، وتبعه على ذلك يعني كثير من فقهاء الحنابله. المهم يعني انه حصل ما اخبر الله تعالى به، وانتصر الروم على الفرس انتصارا عظيما. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لان الروم كانوا نصارى، كانوا نصارى مشركين، وانتصروا على الفرس، والفرس كانوا وثنيين، وسمى الله سبحانه وتعالى ذلك نصر الله. قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وان المؤمنين يفرحون بهذا النصر، مع انه انتصار لنصارى على وثنيين، ومع ذلك يفرح المؤمنون، وسماه الله تعالى نصر الله واضافه اليه. وذلك ان مشركي قريش كانوا وثنيين يعبدون الاوثان، مثلهم مثل الفرس، فكان ولاؤهم للفرس. والمسلمون يعني يؤمنون بالرسل ويؤمنون بالكتب، وهم اهل الكتاب اقرب الى المسلمين، فكان المسلمون يعني يحبون انتصار الروم على الفرس لانهم اقرب الى المسلمين رغم شركهم وكفرهم وكذا، لكنهم اقرب الى المسلمين من الوثنيين. فكان المسلمون يحبون انتصار الروم ويفرحون به كما ذكر الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والمشركو قريش كانوا يفرحون بانتصار الفرس لانهم وثنيون مثلهم، لا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون باليوم الاخر. يعني هنا ايضا يعني يستفاد من هذه الايه الكريمه، يعني الان يعني في احداث الثورات العربيه يعني التي يعني فرج الله تعالى بها على المسلمين وجعل فيها يعني عزه للدين وللاسلام وكذا، الان يعني بعض الناس ياتي يجادل ويقول لك يعني طيب الان بعد الثوره مثلا الحكومات التي ستاتي بعد الثوره قد لا تكون اسلاميه كامله او تامه، وربما يكون في الحكومه بعض الليبراليين وبعض مش عارف كذا وبعض، علامه تفرحون وعلامه يعني كان بعض الناس يريد ان ما يكون يعني الفرح بالنصر يعني فريق على اخر، الا اذا كان يعني هذا الفريق يعني سياتي ويقيم يعني خلافة إسلامية ويطبق الحدود من أول يوم ويفعل كذا وكذا، وإلا يعني فإيه يقول لك خلاص لا فرق بين الطغاة السابقين يعني مبارك وزين العابدين وقذافي والأسد وأشكالهم من هؤلاء، وبين من سيأتي بعدهم طالما الجميع يعني لن يقيم الخلافة الإسلامية ويعلن الجهاد ويعلن كذا ويطبق الحدود، طالما كذا يبقى اذا يستوي الفريقان. فهذا من الظلم يعني والعدوان. والله سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الايات العدل والانصاف، وانه يعني المسلم يفرح بانتصار من هو اقل شرا او اقل ضررا او اقرب الى الاسلام، حتى يعني لو كان نصراني مثلا في شيء من الانصاف او العدل او كذا، وانتصر على وثني او ملحد او شخص يعني مجاهد والعداوه الاسلام، ان المسلم يفرح بانتصار من هو اكثر خيرا او اقل شرا، فيوازن بين الامور. الله سبحانه وتعالى اخبر هنا عن الصحابه رضي الله عنهم والمؤمنين
أنهم سيفرحون عندما ينتصر الروم على الفرس. وكان انتصار الروم على الفرس كما ذكرنا في حدود العام السابع الهجري تقريبا، يعني كان انتصار الروم على الفرس، وفرح المسلمون بذلك فرحا كبيرا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالمهم كان هرقل ذهب في هذه الحالة إلى في هذا الوقت إلى إلياء وبيت المقدس. قال فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا الترجمان المترجم يعني، فقال قل لهم أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. هرقل طلب من الترجمان أن يخاطب أبا سفيان ومن معه، أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان أنا أقربهم به نسبا. هذا يوضح يعني كيف كان المشركون يعني يحفظون أنسابهم وأنساب قومهم، يعني مباشرة مجرد من سأل السؤال من بين 30 رجلا أبو سفيان قال أنا أقربهم به نسبا. فقال ابن مني، فقال ابن مني. كيف أبو سفيان أقرب الحاضرين كان نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أبو سفيان هو اسمه إيه؟ هو أبو سفيان ابن أمية ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف. يبقى إيه؟ يعني أبو سفيان وبعدين ثلاث آباء والأب الرابع يعني هو أبو سفيان ابن إيه؟ أمية ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يعني بينه وبين عبد مناف ثلاثة آباء بينه وبين عبد مناف. ماشي. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من يحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف؟ حد يحفظه؟ يعني ينبغي على المسلم أن يحفظ نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هذا نسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أيضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بينه وبين جده عبد مناف ثلاثة آباء. فأبو سفيان يعني بينه وبين عبد مناف ثلاثة آباء، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد مناف ثلاثة آباء. فإذن يعني يلتقي مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الأب الرابع له، هو نفس الأب الرابع لنبينا عليه الصلاة والسلام. تفضل. عبد المناف كان عنده اسم اخر قريش ولا شخص اخر؟ لا، كان قريش هذا يعني بعده يعني واحد يعني. فهو ايه لما قال يعني انا اقربهم به نسبا، فابو سفيان لما سالهم هرقل ايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، قال ابو سفيان انا اقربهم به نسبا. إن بعض الحاضرين ممكن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس أو السادس أو السابع أو كده، يعني كل قريش تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجزاده، لكن هو يلتقي في جد أقرب فهو أقرب نسبا. فقال ابن مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. قال ابن مني فوضعه أمامه، وبعدين قربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، يعني جعلوهم صفوفا أو صفا وراءه وخلفه. فالآن هرقل مثلا جالس هنا وأمامه أبو سفيان في مواجهته، وبقية أصحاب أبي سفيان يجلسون في صف أو أكثر خلفه. ثم قال لترجماني قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، إني سائل هذا، أنا سأسأل أبا سفيان عن هذا الرجل، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كذبني فكذبوه. قال لهم أنتم هم جالسين خلفه، قال إن كذبني، إذا كذبني في إجابة سؤال من الأسئلة فكذبوه، أشيروا إلي يعني إشارة كده تدل على أنه كذب علي. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء أن يأثر علي الكذب لكذبته. قال فوالله لولا الحياء أن يأثر علي الكذب لكذبته عليه السلام. هنا يعني هذا يبين قبح الكذب عند العرب، حتى يعني العرب في الجاهلية قبل الإسلام
كانوا يستحيون من الكذب، يعني الكذب كان شيئا قبيحا يستحيا منه، وخاصة من كان كبيرا في قومه وكذا لا يليق به أن يؤثر عليه كذب. فهو أبو سفيان يعرف أن أصحابه لا يمكن أن يخذلوه في هذا الموقف لسببين، يعني السبب الأول لأنه كبيرهم وسيدهم، يعني أبو سفيان كان كبير قريش وسيد قريش في ذلك الوقت من المشركين، يعني لأنه هو اللي قاد الحروب بعد في غزوة بدر، قتل مجموعة من زعماء قريش اللي هم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيره من أئمة الكفر، فآلت رئاسة قريش إلى أبي سفيان، فهو الذي قاد بعد ذلك الجيش الذي قاتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، كان بقيادة من؟ بقيادة أبي سفيان، قائد جيش المشركين في غزوة أحد. بعدين في غزوة الأحزاب قائد جيش المشركين في غزوة الأحزاب هو أيضا أبو سفيان، هو أبو سفيان صار هو رئيس قريش يعني وكبيرة، هو أبو سفيان هو كبيرهم، وليس من عادة العرب يعني أن يخذلوا كبيرهم مثلا في هذا الموقف لمصلحة مثلا هرقل ملك أجنبي عنهم وغريب عنهم وكذا. هذا أول شيء، والأمر الثاني أنهم يشتركون معه في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يشتركون معه في عداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لهم أي مصلحة في يعني إذا كذب من أجل الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد منهم في ذلك الوقت يعني مصلحة في أن يدافع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم مشركون ومحاربون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو أبو سفيان يعلم تماما أنهم لن يخذلوه لو كذب وقال ما شاء من الكذب على هرقل وأساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم لن يخذلوه ولن يخبروا هرقل لأنه كذب، لكنه يعني يستحيي أنهم بعد ذلك يحكون القصة وأن أبو سفيان كذب في الموقف الفلاني، وتصبح إيه وصمة عار في تاريخه وفي سيرته أنه كذب في هذا الموقف مهما كان الدافع إلى الكذب. فلذلك كان إيه مضطرا إلى الصدق ويستحيي أن يكذب. قال ثم قال أول شيء سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. هنا الآن إيه هرقل سأل أبا سفيان 11 سؤالا، 11 سؤالا، والطريقة يعني سأله أسئلة واستمع إلى أجوبته أولا، ثم عاد وكرر على هذه الأسئلة 11 وعلق على أجوبة أبي سفيان عن هذه الأسئلة. نذكر الأسئلة والجواب وبعدين بعدها يأتي تعليق هرقل على هذه الأسئلة. قال ثم قال أول شيء سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. أول سؤال سأله قال كيف نسبه فيكم. طبعا يلاحظ يعني أن هرقل كان بالإضافة إلى زعامته الدنيوية، يعني هو كان زعيما دنيويا يعني هو ملكهم ورئيسهم، وفي نفس الوقت أيضا كان أسقفا كبيرا وكان من كبار علماء أهل الكتاب، يعني حتى قالوا إنه كان لا يضاهيه في علمه بكتابهم إلا صاحب رومية، صاحب روما اللي هو زيلان اللي هو البابا الكبير اللي هو في روما هذا، فكان نظيره في العلم، يعني كان هو هرقل هو نظير بابا روما في العلم، وكان بينهم مكاتبات ومراسلات، يعني حتى بشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث البخاري هنا أنه كتب كتابا إلى صاحب روما، صاحب الرومية اللي هي البابا الكبير اللي في روما اللي في الفاتيكان هذا في وقته، فكتب إليه يسأله يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه النبي الخاتم وأنه ما في كتبهم يعني أن ملك الختان سيظهر وكذا، من المقصود بملك الختان اللي هم أمة العرب وكذا، وأن صاحب الرومية يعني كتب إليه بمثل ما كان يراه هرقل، يعني وصل إلى نفس النتيجة اللي وصل إليها هرقل، أن نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، وأن الأمة التي ستظهر على بوم والفرس وكذا هي أمة العرب، فكتب إليه وافقه قوله كما سيأتي. فهو هرقل كان نفسه كان من علماء يعني أهل الكتاب، وكان عالماً كبيراً معدوداً يعني من كبار علماء النصارى، بالإضافة إلى يعني منصبه من جهة الملك وكذا. فهنا
يعني هو اختار هذه الأسئلة 11 سؤالا من خلال أجوبة أبي سفيان، استدل بها على صدق نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأول شيء قال أبو سفيان: أول شيء سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قلت: هو فينا ذو نسب. قال أول سؤال سأله: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعني الأسرة التي هو منها هل هي أسرة يعني كريمة ومعروفة، يعني آباؤه وأجداده معروفون بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، أو هو من أسرة مثلا معروفين بسوء الخلق وسوء ال... فقال: هو فينا ذو نسب. قال: هو فينا ذو نسب. طيب السؤال الثاني قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قالوا: هل سبق أن حصل أن واحدا من أهل مكة أو من قريش ادعى النبوة وقال إنه نبي أو زعم أنه نبي قبل محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: قلت لا. قال: قلت لا. هذا السؤال الإيه؟ السؤال الثالث قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ في بعض الروايات من ملك أو من ملك، هل كان أحد آبائه ملكا؟ قال: فقلت لا. قال: فقلت لا، لم يكن أحد من آباء النبي عليه الصلاة والسلام ملكا. السؤال الرابع قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: قلت بل ضعفاؤهم. السؤال الخامس قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت بل يزيدون. قال: قلت بل يزيدون. السؤال السادس قال: فهل منهم أحد يرتد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فهل منهم أحد يرتد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت لا. قال أبو سفيان: قلت لا. ويلاحظ هنا يعني كما يعني أشرنا في الخطبة أيضا أنه هرقل كان دقيقا في الأسئلة، فهنا قال: هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه، يعني يرتد بسبب السخط على الإسلام، لأنه هرقل يعني يتحسب أنه قد يكون هناك أحد ارتد عن الإسلام بسبب التعذيب، مثلا عذبوه وأكرهوه على كلمة الكفر، لأنه كانوا ربما عذبوا بعض الناس حتى يعني كما عذبوا مثلا عمار رضي الله عنه حتى يتكلم بكلمة الكفر، يعني قالها بلسانه ولم يقلها من قلبه، وعذره الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني عذبوا أبوي عمار ياسر وسمية رضي الله عنهما حتى يتكلم بكلمة الكفر، فلم يتكلم بها حتى مات من التعذيب رضي الله عنه، وابنهما عمار يعني تحت التعذيب اضطر إلى أن يقول كلمة يعني ينجو بها من عذابهم، وحزن لذلك وعذره الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد يرتد أحد، يعني طبعا هذه ليست ردة يعني لأنه قالها بلسانه وكذا، لكن قصد أن هرقل يرى أنه قد يرتد أحد عن الإسلام بسبب تعذيب أو إكراه أو كذا، أو قد يرتد عن الإسلام بسبب ترغيب في مال أو جاه أو كذا، كما يفعل المنصرون مثلا ويطمعون بعض الفقراء والمساكين في أموال وكذا من أجل أن يفوتوا دينهم ويستغلون جهلهم ويستغلون كذا. فهو يقول: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يكون سبب ردته ليس له أي مصلحة دنيوية في الردة، لا ترغيب ولا ترهيب، ولكن مجرد أنه تسخط على الإسلام بعد أن دخل فيه. قال: قلت لا. فلذلك أبو سفيان لم يجد إلا أن يجيب بكلمة لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ برضه هنا من دقة هرقل انه قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب، او في الرواية: هل جربتم عليه كذبا قبل ان يقول ما قال؟ لانه
لو انه ساله فقط هل تتهمونه بالكذب، ممكن يقول له نعم، يقصد ايه؟ انه ادعى النبوه وهم لا يصدقونه انه نبي عليه الصلاه والسلام. فهو ايه؟ اراد ان يقطع عليه الطريق. قال له قبل ان يقول ما قال، قبل ان يقول انه نبي، نرجع لتاريخه، قبل ان يقول انه نبي، هل جربتم عليه كذبا قط او اتهمتموه بالكذب قط قبل ان يقول ما قال؟ قال قلت لا، قال قلت لا، ما سبق قط ان ايه؟ ان اتهموا النبي عليه الصلاه والسلام بالكذب قبل بعثته عليه الصلاه والسلام. حتى بعد بعثته قال سبحانه وتعالى: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يعني كانوا في قرارة انفسهم يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام صادق، ولكنهم كانوا يجحدون اي ايات الله. طب هذا كان السؤال السابق. طب السؤال الثاني، قال فهل يغدر؟ قال فهل يغدر؟ يعني يعاهدكم عهدا ثم ينقض العهد ويغدر به؟ قال قلت لا، ونحن منه في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها غير هذه الكلمة. أبو سفيان يقول من بين الأحد عشر سؤالا لم يجد شيئا يعني يلمس في النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني يطعن من طرف خفي في رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا هذه الكلمة. طعنه هنا كيف هنا طعنه؟ لذلك طعنه هنا أصلا لم يلتفت له هرقل بعد ذلك في التعليق على الأجوبة. هو هرقل سأله سؤال محددا، هل يغدر؟ هل سبق انه غدر بكم من قبل؟ عاهدكم عهدا وغدر به؟ قال لا، ما غدرش قبل. ولكن هو ايه؟ توقعات، توقعات الشخصيه، وما بيسال عن توقعات الشخصيه، بيسال عن وقائع تاريخيه حدثت وليس عن ايه؟ توقعات مستقبليه. فهو ساله هل يغدر؟ قال لا. بعدين قال له لكن نحن الان بيننا وبينه هدنه، اللي كان صلح الحديبيه، كان وقعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في القعده من العام السادس. ولا ندري هل يعني سيلتزم بهذا العهد ولا سيغدر به، احنا لسه بنجرب يعني العهد هذا وكذا. فهرقل بعد كده وهو في تعليقه على الاجوبه قال وسالتك هل يغدر فزعمت ان لا، يعني ما اهمل ايه قوله ولا ادري ماذا سيفعل. هو ما بيساله عن توقعاته المستقبليه، انما يساله عن واقع يحكي له الواقع. هل غدر؟ سبق حصلت واقعة معينة غدر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ قال لا. هذا كان السؤال الايه؟ الثاني، صحيح؟ السؤال التاسع، قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. السؤال العاشر، قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال فقلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا ينال منا وننال منه، أو يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. فقال الحرب بيننا وبينه سجال، مرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه. هذا كان السؤال العاشر. السؤال الحادي عشر والأخير، قال فماذا يأمركم به؟ فماذا يأمركم به؟ قال قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدقة وبالعفاف والصلة، ويأمر بالصلاة والصدقة وبالعفاف والصلة. هذه الايه؟ الأسئلة والأسئلة. الآن يأتي تعليق هرقل على هذه الأجوبة. قال فقال للترجمان إني سألته عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومه. قال له الان رجع ايه للاسئله، قال له للترجمان قل لايه لابي سفيان انا اول شيء سالتك عن نسبه فقلت او فزعمت، هنا فزعمت بمعنى فقلت، يعني انه فيكم
ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قوم. قال هذه أول علامة على صدق نبوته. الله سبحانه وتعالى له سنن يعني كونية في الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هو إيه؟ عليه الصلاة والسلام ماشي على إيه؟ يعني يجري عليه ما يجري على من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، أنه بعث من أسرة كريمة في قوم بنو هاشم، كانوا يعني لهم إيه معروفون عند قومهم بفضائل الأعمال وخدمة المسجد الحرام وسقاية الحجاج وعمل الخير وكذا، وكان يعني أسرة معروفة بالأخلاق الحسنة الكريمة بين قريش. فهذه من سنة الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يهيئ للرسل يعني أسباب الاستجابة ويقطع الحجة عن أعداء الرسل حتى لا يجدوا مطعنا يطعنون فيه من خلاله على الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. فيكون هذا يعني أدعى للاستجابة لدعوتهم، أنه في مصر معروفة يعني بالخير ويذكرونهم بالخير والمعروف وكذا، وهذه سنة الله تعالى في رسله الكرام. فهذا أول سؤال. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا. السؤال الثاني، هل واحد من أهل مكة أو من قريش سبق أن ادعى النبوة؟ قال فزعمت أن لا. قال فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. رب قال هذه علامة ثانية على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه ليس من عادة أهل مكة ولا من عادة قريش أنهم يعني يخرج فيهم من يدعي النبوة أو يزعم أنه نبوة، وكان هذا شيء يعني مألوفا عندهم ولا له سوابق يعني في قوم في هذا الشيء. قلت رجل ائتم بقول قيل قبله، عجبته طريقة واحد من قوم فعل هذا من قبل فخرج إيه يريد تقليده وأن يفعل مثله أو كذا. قال فهذه علامة يعني ثانية جعلها على صدقه عليه الصلاة والسلام. قال وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا. هل كان آباؤه ملوكا أو أحد آبائه ملكا وخلع من الحكم؟ قال فزعمت أن لا. قال فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. قالوا هذه علامة أيضا على صدقه عليه الصلاة والسلام، لو كان أحد من أبائه ملكا، لو كان هو مثلا من أسرة يتوارثون الملك وبعدين عزلوا عن الملك أو كذا، لقلت إنه إيه رجل يطلب ملك أبائه ويطالب بعرش أبائه وادعى النبوة كوسيلة لاستعادة ملك أبائه. دايما تجدون الأسر اللي هي الملكية التي مثلا أزيحت عن الملك أو كذا، دائما تجد من أبنائهم يعني زي في مصر مثلا ذرية الملك فاروق اللي كان يحكم مصر قبل ثورة سنة 1952 ميلادي. فالآن مثلا ابن الملك فاروق اللي هو اسمه أحمد فؤاد، هذا مقيم شاف في إيطاليا ولا فين، دائما مرات يكتب مقالات في الصحف يقول المطالب بعرش مصر وكذا، ما زال يطالب يعني بعرش أبيه. وحتى أيام الثورة كان بدأوا يجد إيه فرصة للمطالبة بعرش أبائه وبعرش كذا إلى آخره. فقالوا هل كان أحد من أبائه ملكا؟ قال فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. هذا السؤال الثالث. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. السؤال الرابع. قال أن سألتك السؤال الرابع هل كنتم تتهمونه عليه الصلاة والسلام بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. وذلك أن مشركي قريش كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وحتى يعني لما أمره الله سبحانه وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين قال وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل الصفر ونادى في قوم عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد الشمس يا بني عبد مناف يا بني فلان يا بني فلان، فاجتمعوا إيه
إليه، اجتمعوا إليه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليه، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. يعني الآخر لحظة، وهو أول ما بدأ يجهر بدعوته عليه الصلاة والسلام، هذه أول مرة يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا عنده عند الصفا، والنبي عليه الصلاة والسلام فوق الصفا ويخاطبه. قال: لو أخبرتكم أن خيلا في جيش قادم لغزو مكة، والآن الجيش وراء هذا الوادي وراء هذا الجبل، وبعد قليل سيهجم عليكم هذا الجيش، لو أخبرتكم بهذا كنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. لو قلت هذا لصدقناك وخرجنا فورا نتجهز لقتال هذا الجيش، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم، وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأخذ يدعوهم إلى الإسلام وإلى عبادة الله تعالى وحده. قال عمه أبو لهب، قال: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تب يعني خسر وهلك، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة الكريمة. فالشاهد يعني أنهم إلى هذه اللحظة، يعني إلى أن جهر عليه الصلاة والسلام بدعوته، وهم ما جربوا عليه كذبا قط. فقال: فسألتك هل تنتهي كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: فزعمت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فهرقل هنا يعلق يقول: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. رب قال: أنا أعرف وأعلم يعني وأوقن بهذا، أنه يستحيل على شخص أنه أن يستمر مثلا 40 عاما لا يكذب على الناس قط، ثم أول كذبة يكذبها في حياته يكذب على الله سبحانه وتعالى مباشرة ويدعي الله. قال: مستحيل، لا يمكن، طالما لم يكذب على الناس فمن باب أولى أنه لا يكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء يعني ملاحظ في سير من ادعى النبوة زي مسيلمة الكذاب، ومثلا غلام القدياني اللي ادعى النبوة، سيرة كل من ادعى النبوة قديما وحديثا، فتجدهم دائما يتدرجون في يعني اول شيء يكونون معروفين بالكذب في محيطهم وبين قومهم، وبعدين يتطور الكذب معهم شيئا فشيئا، يجي بعد كده يدعي انه مهدي، ان هو المهدي، وبعدين بعد شويه يزيد مع شويه يدعي انه نبي، وبعدين فتجد ادعاءات يعني متتابعه، وكل ما يكذب كذبه ويجد من يصدقه ويروح للكذبه اللي وراها واللي وراها. يعني لكن ما في احد يعني مثلا سيرته نقيه ومعروف بالصدق والامانه وكذا، وبعدين فجاه يكذب على الله سبحانه وتعالى. لا يمكن. فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا كان السؤال الكام؟ هذا السؤال السابع. هذا كان السؤال السابع. طيب. قال السؤال ممكن هنا في الجواب يعني مش ماشي بالترتيب، يعني في الجواب هنا في الرواية ما مشاش على الترتيب، يعني في تقديم وتأخير في فهذا كان أحد الأسئلة. قال: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم الذين اتبعوا وهم أتباع الرسل. ضمن الأسئلة قال: أنا سألتك هل الذين اتبعوه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: فزعمت أن ضعفاءهم الذين اتبعوا. قال: وهم أتباع الرسل. فهرقل يقول: هذه أيضا سنة الله تعالى في الرسل الكراء، أنهم يتبعهم الضعفاء ويكذبهم الملأ من قومهم، دائما في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم. وهرقل يعني كان مطلعا على سير الأنبياء في الكتب السابقة،
أنه دائما الملأ من قومه يكون عدوا له. يعني في كتاب الله تعالى في قصة نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب عليهم السلام، كل واحد منهم قال الملأ من قومه، قال الملأ من الملأ هم الكبراء والوجهاء، رئيس الشيخ القبيلة والشيخ العشيرة ورئيس البلد وبطانته وجماعته والمقربون منه، كلهم دايما كانوا ضد الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه، واتبعهم ضعفاء الناس. ضعفاء الناس طبعا قد يحصل، يعني كما في الحديث الشريف احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار فقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكين، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، في الجبارون والمتكبرون، فقضى الله تعالى بينهما، فقضى الله تعالى بينهما، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها، يعني الله سبحانه وتعالى سيملأ الجنة ويملأ بالمؤمنين ويملأ النار بالكافرين. فهنا الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، هل معنى هذا ليس أحد من أهل الجنة يعني من الأغنياء أو من الكبراء أو من كذا لا يؤمن أحدهم؟ الجواب قد يؤمن هؤلاء ويكونون من المؤمنين ومن الصالحين، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الأغنياء، يعني من أغنياء قومهم وكذا، لكن هنا قالوا المساكين بمعنى المتواضعين، يعني ليس بالضرورة يعني أن يكونوا من الفقراء، يعني يكثر الإيمان في الفقراء أكثر من الأغنياء، وفي من ليس لهم جاه ولا منصب أكثر من ذوي الجاه والمنصب، لكن في نفس الوقت يعني لو يعني يحصل أحيانا أن يؤمن ناس من الأغنياء أو من الوجهاء في قومهم، لكنهم يكون في طبعهم التواضع والانكسار، يعني وليسوا من أهل التجبر والكبر. فلهذا يعني النار قالت فيها الجبارون والمتكبرون، يعني مقابل الضعفاء والمساكين الجبارون والمتكبرون، فالضعفاء والمساكين المقصود بها من ليس جبارا ولا متكبرا، فدايما الملأ هؤلاء أهل التجبر والكبر وكذا، هؤلاء يعني عادة يكونون أعداء الرسل الكرام. نبينا موسى عليه السلام يعني كان أعداؤه كان فرعون وملأه هامان وقارون، هؤلاء كانوا أعداء نبي الله موسى عليه السلام، كذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان أعداؤه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي خلف وأمية بن خلف وهؤلاء والوليد بن المغيرة وكذا، هؤلاء كانوا يعني الكبراء والوجهاء وكذا، وكانوا أعداء لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال يعني سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاءهم الذين اتبعوه وهم أتباع الرسل. قال وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. رقل هنا يقول سألتك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، قال وكذلك الإيمان حتى يتم. يعني قالها أيضا هذه سنة الله تعالى أن الرسل الكرام تبدأ دعوتهم يستجيب لهم عدد قليل، ثم بعد ذلك يبارك الله تعالى في أتباعهم ويكثرون ويزيدون، كما قال الله تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى، الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم يبدأون دعوتهم ويستجيب لهم نفر قليل وعدد قليل، ثم بعد ذلك يبارك الله تعالى في دعوتهم وتنتشر دعوتهم ويكثر أتباعهم. يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ظل يعني خلال أول ثلاث سنوات من دعوته عليه الصلاة والسلام كان المؤمنون به عليه الصلاة والسلام نحو 40 رجلا، يعني خلال أول ثلاث سنوات من نبوته عليه الصلاة والسلام يعني كان عدد المسلمين نحو 40 رجلا آمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام،
ثم بعد ذلك يعني دارت الأيام وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومعه يعني ما بين 100,000 إلى 120,000 في تقدير عدد الحجاج مع النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات نحو 100,000 أو نحو 120,000 خرجوا يحجون مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فهؤلاء عدد الحجاج فقط يعني، وأما المسلمون فكانوا أكثر من هذا بكثير يعني. انتشر الإسلام الحمد لله في أنحاء الجزيرة. ثم بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم اتسعت رقعة الإسلام ودخلت بلاد فارس وروم وغيرها في الإسلام. فلهذا قال: وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. يقول هذه يعني سنة الله تعالى في الرسل الكرام أن الله تعالى يتم عليهم دعوتهم ورسالتهم ويكثر أتباعهم والمؤمنون به. قال: وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب أو تخالط بشاشته القلوب. وبشاشة الإيمان أي حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة يتذوق طعمها القلب، يعني كما أن اللسان يتذوق طعم الحلو في يعني في المطعومات الحسية، فالقلب كذلك يتذوق الحلاوة في المعنويات، يعني يتذوق حلاوة الإيمان. وعندنا حديثان في حلاوة الإيمان، بشاشة الإيمان اللي هي حلاوة الإيمان، فسرت البشاشة لأنها هي الحلاوة. فهنا عندنا حديث اللي هو ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وعندنا حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من يعرف بقية الحديث؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حد يحفظ؟ تفضل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأمور الثلاثة يعني إذا وجدت في العبد يجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان فليكن له يعني إخوة يعني في الله تعالى وأصدقاء يحبهم لله تعالى، لا ينتظر من ورائهم مصلحة دنيوية، يذوق بذلك حلاوة الإيمان. يعني جرب أن يكون لك يعني ناس تحبهم لله تعالى، لا ليس لك يعني مصلحة دنيوية ترجوها منهم، لا تخاف منهم يعني ضرا ولا تريد منهم يعني مالا ولا جاها ولا كذا، وإنما تحبهم لله تعالى من أجل إيمانهم وصلاحهم واستقامتهم، لا تحبهم يعني من أجل أي مصلحة دنيوية أخرى، وإنما تحبهم فقط لأجل دينهم وصلاحهم واستقامتهم. فهذا يذوق به المؤمن حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما أنه في النار الحسية في الدنيا يكره أن يحرق في النار وتحرق بدنه، فكراهيته للكفر ككراهيته لاحتراق بدنه بالنار. فمن كان كذلك ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. فهنا يعني هرقلي يقول إنه من إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب، يعني حلاوة الإيمان إذا خالطت القلب خلاص لا يمكن أن يرتد هذا الإنسان الذي خالطت حلاوة الإيمان قلبه. يعني الردة إنما تتصور في من لم يذق حلاوة الإيمان ولم يذق طعم الإيمان، هذا الذي يمكن كان إيمانه يعني
احيانا فيه خلل وفيه نقص، وهذا الذي يمكن ان يتصور منه الردة والعياذ بالله تعالى. لكن الذي ذاق حلاوة الايمان وذاق طعم الايمان لا يمكن ان يرتد عن الدين. لذلك عياذا بالله تعالى، يعني دائما من يرتد عن الدين عادة يكونون من الجهال وممن لا يعرفون الدين يعني حق المعرفة. يعني سبحان الله، يعني دائما في تاريخ الإسلام من أوله إلى وقتنا الحاضر يعني يذكر أنه ما حصل قط أن ارتد يعني عالم مشهود له بالعلم في الدين والإمامة في الدين. يعني في تاريخ الإسلام من أوله إلى وقتنا الحاضر ما لا يوجد يعني عالم مشهود له يعني بالإمامة في الدين وكذا تنصر أو تهود، أو يعني ما سمعنا مثلا عالما مثلا مشهودا له يعني بإتقان العلم مثلا والأهل العلم النافع وكذا. ممكن يذنب، ممكن يخطئ، ممكن كذا، بس أنه يتهود أو يتنصر أو كذا، يعني ما حصل هذا في تاريخ الإسلام. دائما الذين يرتدون عن الدين يعني منصرون، تفلح دعوتهم في مناطق يعني يفشو فيها الجهل بالإسلام وكذا، ويراقبون الناس بعلاج بطعام وكذا، يعني يضلون بعض الجهال ويستغلون جهلهم. بخلاف سبحان الله يعني من يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى، يعني أكثر ما يدخل في الإسلام من كبار علماء أحبار اليهود وكبار قساوسة المسلمين. حتى في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من أول من آمن به من اليهود عبد الله بن سلام، وكان أكبر أحبار اليهود وأكبر علماء. قبل أن يعلن إسلامه قال إن اليهود قوم بهت، إذا علموا بإسلامي بهتوني. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود قوم بهت، إذا علموا بإسلامي بهتوني، فاجمعهم عندك وسلهم عني. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. وأخذوا إيه؟ يثنون عليه. قال فماذا تقولون لو أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. بل لا يمكن أن يسلم، هذا مستحيل. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا، وأخذوا راح قلبوا أخذوا يمسكونه ويبهتون بعد أن كانوا يمدحون. القصد أنه كان عبد الله بن سلام كان من كبار أحبارهم وأسلم. وكذلك يعني في التاريخ الإسلامي كثير من علماء اليهود الكبار يعني دخلوا في الإسلام. وبعدين وكذلك من كبار قساوسة النصارى وكذا إلى وقتنا الحاضر، يعني كثير من كبراء النصارى وكذا يعني وكبار قساوستهم وعلمائهم دخلوا في الإسلام. حتى في المعاصرين يعني حتى في السابقين وفي المعاصرين، يعني الشيخ يوسف إسكس مثلا كان مثال يعني المعاصر، كان من قساوستهم الكبار. يذكرون بعض الأسماء يعني حتى أخونا يوشع، يعني يوشع إبنس اللي معنا هنا في المسجد، كان في جامعة اللي هي سن بابا جون هذه، كان يعني مسؤول، يعني كان هو زي مسؤول الشباب في الجامعة وفي الكنيسة وكذا، من أجل تنصير الشباب والدعوة النصرانية وكذا. فشرح الله تعالى، وكان يقرأ القرآن من أجل يعني أن يرد على المسلمين ويرد على الإسلام. فشرح الله تعالى صدره للإسلام. فالقصد أن فئة يعني من يدخل في الإسلام من النصارى واليهود وكذا، يعني يدخل في الإسلام كثير من علمائهم وكذا. فلذلك الإيمان إذا خالطت بشاشات والقلوب، أو بشاشة الإيمان لا، ليس يعني العلم الذي يصحبه عمل، يعني وإلا العلم يعني بدون عمل لا ينفع صاحبه، وإنما يعني العلم النافع يعني الذي يصحبه العمل الصالح إن شاء الله. إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب إذا ذاق حلاوة الإسلام وحلاوة الدين، لا يمكن بعد أن ذاق هذه الحلاوة ينتقل إلى دين آخر يعني فيه القبح والمرارة والخبث وكذا. فلذلك يعني قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلب، هكذا كلمة إيه رق قلبه، فجعلها علامة أخرى على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل
لا يغدرون. تلاحظون هنا انه ايه تجاهل يعني كلمة أبي سفيان ونحن في هدنة ولا ندري ما وصانع فيها، تجاهل ذلك وقال سألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون. والغدر كما ذكرنا هو نقض العهد، أن يعاهد قوما عهدا أنه لا يقاتلهم أو كذا، أثناء سريان المعاهدة يغدر بها. فهذا ليس من شيمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ولا من شيمة أتباعه، لكن من حق القائد المسلم إذا بدت له الخيانة من أعدائه أن يعلمهم بانتهاء المعاهدة. يعني ممكن معاهدة مثلا سارية مدة 10 سنوات مدة كذا، إذا بدأ من عدوه الخيانة يمكن أن يعلمهم ابتداء من تاريخ كذا المعاهدة التي بيننا وبينكم قد صارت ملغاة ابتداء من هذا التاريخ، وبعد أن يعلموا بذلك ويشتهر عندهم العلم بها يكون في حل منه. زي ما حصل مع بن حريرة يا شيخ. يعني اي معاهده اذا هم بداوا طبعا نقض العهد من جهتهم خلاص هم اللي نقضوه، كما نقض بنو قريظه العهد ونقض مشركو قريش من العهد اما اذا لم يعني ينقضوا العهد صراحه وانما يعني بدت منهم بوادر لنقض العهد. يعني مثال ذلك يعني ما في قول الله سبحانه وتعالى ايه في قول الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قالوا معنى فانبذ إليهم على سواء يعني فأعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم ملغى حتى تكون أنت وهم سواء في العلم بإلغاء المعاهدة، حتى يكون علمهم بإلغائها مساو لعلمك بأنك ألغيتها، يعني يكون العلم بذلك يعني تاما واضحا على سواء، يعني أن يكون بوضوح تام ليس فيه أي غموض. ومما يذكر يعني في تفسير الآية الكريمة الحديث أشرنا إليه في الخطبة قصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان في أيام إمارته وخلافته كان بينه وبين يعني قوم من الروم عهد، بينه وبين أهل بلد من بلاد الروم كان بينه وبينهم معاهدة أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلون المسلمين، والمعاهدة كانت تنتهي في يوم معين، يعني مثلا بغروب شمس هذا اليوم أو بطلوع الفجر أو كذا تنتهي المعاهدة. فمعاوية رضي الله عنه ماذا صنع؟ يعني خرج بجيشه إلى هذه البلدة ووصل إلى مشارف البلدة ويعني وكان يسير يعني يتخفى يعني بالجيش وكذا يسير بالليل ويختبئ بالنهار، بحيث أراد أنه أول ما تنتهي المعاهدة يبغتهم بالهجوم، هو يعني لم ينقض العهد، هو يعني العهد سينتهي في لحظة معينة، فهو منتظر أول ما يحل موعد انتهاء المعاهدة يهاجمه. فبينما معاوية يعني مع أصحابه في جيشهم إذا براكب يعني مسرع بشيخ كبير يعني راكب مسرع ينادي عليه يقول وفاء، يقول يا معاوية وفاء لا غدرا وفاء لا غدرا، ينادي يعني هذا الشيخ الراقب. فقال من الشيخ؟ قال لأصحابه انظروا من الشيخ، فقالوا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه. وعمرو بن عبسة رضي الله عنه ورد في حديث في صحيح مسلم أنه كان رابعا من أسلم رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقب بربع الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا يعني هنا في إشكال شوية، مثلا أبو ذر وصف بأنه كان ثالثا من أسلم، وعمر بن عبسة وصف بأنه كان رابعا من أسلم، لكن في نفس الوقت يعني ورد أيضا أنه أسلم قبلهم يعني أبو بكر رضي الله عنه وأم المؤمنين خديجة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أسلموا في أول يوم من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، في أول يوم من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في اليوم الثاني
أسلم طلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، يمكن وسعد رضي الله عنه، هؤلاء الخمسة أسلموا في اليوم الثاني من الإسلام، أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وكانوا أصحاب أبي بكر، كانوا أصحابه رضي الله عنهم، وكانوا تجارا مثله وأصدقاء له، وأتى بهم أبو بكر مسلمين في اليوم الثاني. فاسلام أبي ذر وعمر بن عبسة يعني كان بعد بداية الدعوة، يعني مثلا بشهر أو شهرين أو كذا، وصفوا بأنه ثالث من أسلم ورابع من أسلم. فقالوا يعني لأن هؤلاء كانوا يكتمون إسلامهم يعني، فهو لذلك يعني هو أبو ذر قال لما جئت يعني أول ما سمعت كان ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه في مكة وكذا، ولما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام قال فسألت الناس يعني من تبعه، قالوا حر وعبد. قال كم واحد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا له حر وعبد، يعنون أبا بكر وزيد رضي الله عنه، فقالوا دول الاثنين اللي اتبعوا. فكان أبو ذر رضي الله عنه يحسب أنه كان ثالث من أسلم، بس في الحقيقة كان هناك مسلمون آخرون لكن كانوا يكتمون إسلامه، فبعدهم أسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فالقصد أنه كان يعني من أول من إيه من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، يعني لم يكن يعني اشتهر بإسلام إلا اثنين أو ثلاثة قبله، كان هو يعني من أول من فعمرو بن عبسة جاء رضي الله عنه إيه يعني مسرعا وينادي على معاوية، يقول يا معاوية وفاء لا غدرا وفاء لا غدرا. ثم قال له إيه يعني إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إنه إذا كان يعني معنى الحديث يعني إذا كان بين إمام وقوم إيه عهدا فلا يعني يحرك إيه جيشه إليهم حتى تنتهي مدته. قال له أصلا لا يجوز لك أن تحرك الجيش لقتالهم لغاية ما توصل لحدود بلدهم أثناء سريان المعاهدة، ما يجوز أن تحرك الجيش أصلا وتتوجه إليهم أثناء سريان المعاهدة. فقال له يعني هذا غدر، يعني أنك صحيح أنك لن تقاتلهم ولن إلا بعد انتهاء المعاهدة، لكن من الأساس ما يجوز أن تخرج الجيش وتسير لقتال أثناء سريان المعاهدة. فلما أخبره بهذا فأمر معاوية رضي الله عنه الجيش بالرحيل ورجع بعد أن كان عازما على قتالهم، وهذا أيضا من استجابته للحق يعني ورجوعه إلى الحق رضي الله عنه. فأول ما سمع هذا فرجع أمر الجيش أن يرجع مرة أخرى وتوقف عن قتالهم لأنه حرك الجيش لقتالهم قبل انتهاء المعاهدة. فالغدر ليس من شيمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، إذا عاهدوا قوما عهدا يلتزمون بهذا العهد، إلا إذا كان جاء الغدر أولا من الخصوم والأعداء هم من الغدر. في كل المرات يعني اللي كان معاهدات والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل قوما كان سبق أن عاهدهم كان دائما يكون الغدر بدأ من هؤلاء الأعداء، كما فعل مشركو قريش وكما فعل قريش. قال وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون. قال وسألتك كيف قتالكم إياه. قال وسألتك كيف قتالكم إياه. وطبعا سأله هل بينك وبينه قتال؟ قال نعم، دائما الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم دائما أقوام تقاتلهم وتعاديهم وتخرجهم من بلدهم، وهذه سنة الله تعالى. ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أول ما أتاه جبريل في غار حراء الآيات الكريمة من سورة اقرأ، يعني أخذته خديجة رضي الله عنها للقاء ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وكان امرأة قد تنصر وكان يكتب التوراة بالعبرانية ويكتب الإنجيل بالعبرانية، كان يكتب التوراة والإنجيل بالعبرانية ويحسن لغتهم، وكان امرأة قد تنصر. فكان ابن عم خديجة رضي الله عنه، فأخذت النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة، وكان ورقة شيخا كبيرا يعني في ذلك الوقت، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما رأى. فقال له ورقة ابن نوفل، قال إنه الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى. قال إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، والناموس
اللي هو يعني العرب استعملوا كلمة الجاسوس والناموس. الجاسوس اللي هو ينقل الخبر خفية يعني بالشر والإفساد، والناموس هو الذي ينقل الخبر خفية بالخير. الناموس يعني مثل الجاسوس، بس الجاسوس اللي هو بينقل الخبر خفية بالشر والإفساد، وأما الناموس فهو الذي ينقل الخبر يعني بين ينقل الرسالة أو الخبر بين المرسل والمرسل إليه، ينقل خبر الخير. فهو يعني جبريل عليه السلام، فقال له إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني جبريل عليه السلام، يعني هذا هو جبريل عليه السلام الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. ثم قال له ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال ليتني كنت فيها جزعا، يعني ليتني كنت يعني شابا قويا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا كذب وأخرج وعود. إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا كذب وأخرج وعود. فإذا هرقل كان يعلم أنه يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام نبيا حقا لابد وأنه سيعاديه قومه ويخرجونه ويقاتلونه. فلهذا سأله هل بينك وبينه قتال؟ قال نعم. وبعدين سأله كيف القتال يعني بينكم وبينه؟ قال فزعمت أن الحرب بينكم سجال ودول، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال وسألتك عما يأمركم به. قال وسألتك عما يأمركم به، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. وينهاكم عن عبادة الأوثان. يلاحظ هذا فهم المشركين لكلمة لا إله إلا الله. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، هذا فهمهم لها كلمة لا إله إلا الله. يعني كان مشرك قريش يعني أفهم لهذه الكلمة من من يعني بعض الناس، يعني مثلا ربما ينتسب الى الاسلام ويظن ان معنى لا اله الا الله انه لا خالق الا الله، وان الله هو الذي خلق الكون او خلق السماوات والارض. الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والارض. قريش كانت تؤمن بذلك، ما كانوا يختلفون مع النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى هو الذي خلق الكون وخلق السماوات والارض، وان الله هو الذي خلقهم. كانوا يقرون بهذا، اذا سئلوا يقرون بهذا كما في ايات كثيره في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن وجه الخلاف بينهم وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام انه يدعوهم الى عباده الله وحده، وترك عبادات الاوثان التي تعبد من دون الله. هم كانوا يريدون ان يعبدوا الله ويعبدوا معه آلهة المخلوق. العبادة يعني يدعون الله ويدعون غيره، ويستغيثون بالله ويستغيثون بغيره، يصلون لله ولغيره، ويطوفون ببيت الله ويطوفون بالأوثان. يعني العبادة لله ولغيره، هكذا كانوا يريدون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأن لا يشركوا به شيئا، وأن يتركوا عبادة الأوثان. فهذا الذي كانوا يعني لا يريدونه. قال ويأمركم بالصلاة والصدقة، بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. والعفاف يعني يأتي بمعنى التعفف عن المحرمات، فمنه عفة يعني عفة العفة عن الزنا والفواحش، عفة الفرج يعني عن الزنا والفواحش، كما في قول الله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هنا وليستعفف، الاستعفاف هنا اللي هو العفة عن الفاحش، وهناك التعفف عن المال الحرام، التعفف عن سؤال الناس، والتعفف عن أكل المال الحرام، كما في قول الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. هؤلاء يتعففون عن ماذا؟ يتعففون عن
سؤال الناس، يعني رغم انهم فقراء ولكنهم كانوا يتعففون عن الطلب من الناس وسؤالهم، حتى ان الجاهل يحسبهم اغنياء بسبب انهم يتعففون عن سؤال الناس. وقال تعالى عن الوصية على مال اليتيم، ولي اليتيم، قال من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني على وصي اليتيم أو الولي على اليتيم أنه إذا كان غنيا أن يستعفف ويتعفف عن أخذ أجرة على تنمية مال اليتيم، عليه أن ينمي لليتيم ماله ويصونه له وينميه، وألا يتقاضى على ذلك أي أجرة، يكون هذا عمل يعني يتقرب به. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لو كان ولي اليتيم فقيرا وعمل في مال اليتيم فعليه فيباح له أن يأكل منه بالمعروف. وهنا بالمعروف الفقهاء قالوا يباح له أن يأخذ الأقل من أجرة مثله أو قدر حاجته، أو قدر حاجته، يعني يقارن بين أمرين، قدر الحاجة وأجرة المثل. يعني هو يعمل في مال اليتيم، شوفوا بيعمل كم ساعة في مال اليتيم، ومثلا من كان لو أنه أتى بشخص أجير يقوم بهذا العمل كم كان سيعطيه أجرة على هذا العمل، فيقارن بين هذا وبين قدر حاجته. لو هو حاجته مثلا ولي اليتيم هو احتياجاته أكثر من هذه الأجرة، يبقى يأخذ الأجرة فقط، أجرة بالمعروف. لو هو احتياجاته أقل من الأجرة يأخذ فقط بقدر احتياجاته، حتى لو هو جاب أجير هيعطيه أجرة أكثر، بس هو حاجته أقل يأخذ الأقل من أجرة مثله وقدر حاجته. وإن كان غنيا فعليه أن يستعفف تماما، لا يأخذ شيئا وينمي لليتيم ماله بدون مقابل. فمن كان غنيا فليستعفف، التعفف يأتي عن المال الحرام، وتعفف كذلك عن الفاحشه وكذا. وهناك ايضا عفه اللسان عن التكلم بالكلام الفاحش والكلام البذيء، يعني وبما حرم الله سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يامر بالعفاف بكل معانيه وبانواعه. قال والصله، والصله تاتي بمعنى صله الارحام، بمعنى الاحسان الى الاقارب جلب المعروف إليهم قولا وفعلا، وكف الأذى عنهم قولا وفعلا. وتأتي الصلة أيضا كما في قول الله سبحانه وتعالى يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ففسرت بأنه صلة الأرحام، فسرت أيضا بأنه صلة الإيمان بالعمل. في بعض التفسيرات عن السلف يعني قالوا إيه يصلون الإيمان بالعمل، يعني يصلون الإيمان بالعمل الصالح، فهذا أيضا من ضمن الصلة، يعني العمل الصالح. والإحسان إلى الناس عموما هو من الصلة، يعني الصلة قد تكون للأرحام وتكون صلة الناس عموما، صلة الإخوان والأصدقاء والجيران، يعني الإحسان إلى الناس عموما بنفعهم بالمعروف وكف الأذى عنهم، فهذا كله من الصلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بهذه الأشياء. وهنا يعني فائدة دعوية يعني تستفاد من هذا الحديث، يعني ان الان هذه شهاده اعداء النبي عليه الصلاه والسلام، لان ابو سفيان هو في هذا الوقت مشرك وهو عدو لرسول الله عليه الصلاه والسلام. فعندما يسال عن دعوه النبي عليه الصلاه والسلام ويطلب منه تلخيص ما يدعو اليه الرسول عليه الصلاه والسلام في كلمات، فهنا هو يختار يعني ابرز اشياء في دعوته عليه الصلاه والسلام، يعني ابرز الامور واوضحها، بحيث يعني اعداء النبي عليه الصلاه والسلام عندما يطلب منهم تلخيص دعوته عليه الصلاه والسلام يذكرون هذه الاشياء. فذكر التوحيد والصلاه، قال نعبد الله ولا نشرك به. هرقل يسال ابا سفيان بماذا يامركم النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونترك ما يعبد اباؤنا، اللي هو توحيد الله تعالى. بعدين قال ويامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصلة، خمسة أشياء. خمسة أشياء، يعني إذا هذه الأمور الخمسة، التوحيد والصلاة والصدقة والعفاف والصلة. والعفاف والصلة.
الصلة يعني معناها أوسع من الصدقة، لأن الصلة يعني ممكن الصلة بالكلام الطيب ومساعدتهم بدنيا والزيارة وكذا، يعني الصلة بالأرحام عام يعني وأوسع، وكف الأذى عنهم وكذا إلى. فهذه الأمور الخمسة التي يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أبرز يعني شيء في دعوته عليه الصلاة والسلام. فهناك يعني طبعا أبواب الدين ومسائل الدين يعني كلها مهمة وكلها مفيدة وعظيمة، لكن هناك يعني أولويات في الدعوة، أولويات في الدعوة، وهناك مسائل يعني تكون العناية بها والاهتمام بها أكبر وأكثر من غيرها. يعني نجد بعض يعني هذه الأمور تتكرر الوصية بها في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا من أوله إلى آخره. يعني هناك مثلا أشياء من المحرمات أو كذا يعني يأتي النهي عنها مرة واحدة مثلا في القرآن في موضع واحد أو كذا، والأحاديث اللي وردت فيها مثلا في مواضع محددة، بخلاف هذه الأمور يعني الأمور التي تتكرر الوصية بها والأمر بها كثيرا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، دائما التكرار عليها في كل مجلس وحديث وكذا. فلذلك كانت أبرز الأشياء الظاهرة في دعوته عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني الفائدة الدعوية أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يحاول أن الصورة التي يعني تنقل عن دعوته تكون فيها التركيز على هذه الأمور التي كان يركز عليها يعني نبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته عليه الصلاة والسلام. فهنا قال هرقل: فإن كان ما تقول حقا يوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. قال هرقل: فإن كان ما تقول حقا، قال أنا سألتك هذه الأسئلة وأنت أجبت بهذه الأجوبة، قال: فإن كان ما تقول حقا يوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. هو كان في القدس في ذلك الوقت في إيليا، قال يوشك أن يملك موضع قدمي هاتين وهو نبي. قال هرقل: قال وهو نبي، قال عليه الصلاة والسلام: وقد كنت أعلم أنه خارج، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أكن أظن أنه منكم، ولكن لم أكن أظن أنه منكم. كان أهل الكتاب كانوا يتوقعون أولا أنه يكون من بني إسرائيل وليس من بني إسماعيل من العرب. قال: ولو أعلم أني أخلص إليه لالتمست لقيه. ولو أعلم أني أخلص إليه يعني أستطيع أن أصل إليه عليه الصلاة والسلام لالتمست لقيه. وفي رواية الحديث قال: لتجشمت لقاءه، يعني لتحملت المشقة حتى أصل إليه وألقاه. ولو كنت عنده لغسلت قدمي. قال: ولو كنت عنده لغسلت قدميه، أو لغسلت عن قدميه. وغسل القدم هذا يعني طقوس النصارى مع حبرهم الأكبر يعني وكذا يعني تعظيما له أو كذا. فقال: ولو كنت عنده لغسلت قدميه، أو لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الموضع وكذلك الموضع الأخير برضو في الحديث، أنه بعد ذلك هرقل كما سيأتي أنه جمع البطارقة وأغلق الأبواب وقال: يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيث يعني هنا في هذا الموضع قال وهو نبي، في آخر الحديث جمع البطارقة وقال لبطارقته قال لهم: يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فمعناه أن هرقل كان يعني موقنا تماما قيصر الروم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. هل هرقل أسلم سرا وخاف من أتباعه؟ الحقيقة بعض العلماء قال هذا، من الحافظ ابن عبد البر وبعض يعني الأئمة الكبار قالوا إن هرقل يعني كان مسلما سرا ولكنه كان يكتم إيمانه، كتم إيمانه خوفا من قوم، لأنه يعني كلامه واضح جدا أنه يعني قال وهو نبي وقال يعني
وكان يعلم ان اتباع النبي عليه الصلاه والسلام فيه الفلاح وفيه الرشد، انه نبي وانهم عليهم ان يبايعوه عليه الصلاه والسلام، وان اتباعه فيه الفلاح وفيه الرشد عليه الصلاه والسلام. فبعض العلماء يعني قالوا هذا القول، وقالوا ان هرقل يعني كان اسلم سرا وكتم اسلامه لما راى يعني قومه لا يتركونه يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال لو كنت اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولذهبت اغسل عن قدميه او اغسل قدميه عليه الصلاه والسلام. لكن في الحقيقه يعني عامه اكثر العلماء يقولون يعني ان هذا لا يكفي لاسلامه، يعني يقينه بان النبي عليه الصلاه والسلام هو نبي حقا، لانه الكفر انواع منه، يعني كفر التكذيب هذا نوع من انواع الكفر، لكن هناك كفر اخر، كفر اباء واستكبار. يعني ابليس عندما كفر بالله تعالى لم يكن كفره تكذيبا او انكارا لوجود الله تعالى، ولا انكارا لليوم الاخر، ولا انكارا، وانما كان كفره كفر اباء واستكبار. لانه ابليس عندما خاطب رب العالمين سبحانه وتعالى قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، اذا كان موقنا ان هناك يوم بعث، وان الله تعالى قادر على انذاره، وانه قادر على اهلاكه. وكان يعبد الله مع الملائكه، كان يعبد الله مع الملائكه وابليس. فابليس يعني كفره ليس من جهه التكذيب بشيء هو موقن به، ولكنه كفره اباء واستكبار، كما قال تعالى ابى واستكبر، الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا العجيب في قصه هرقل بعد ذلك، الكلام هذا كان في العام السابع، بعدين في العام العاشر بعدها بثلاث سنوات هرقل خرج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. يعني هرقل اول شيء ارسل جيشا لقتال الصحابه رضي الله عنهم في غزوه مؤت. الجيش الذي ارسله كان 200,000 وكان جيش النبي، جيش الذي بعثه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا تقريبا 3,000، اللي هم كان فيهم يعني زيد بن حارثه رضي الله عنه، وبعدين عبد الله بن رواحه، وجعفر بن ابي طالب، وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان قتل زيد فجعفر، ان قتل جعفر فعبد الله بن رواحه. الامراء الثلاثه ولم قتلوا بهذا الترتيب، زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. فلما قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه، واطلعه الله تعالى على احداث المعركه، فكان وهو في المدينه، لذلك سريه مؤته ناس يسمونها غزوه، يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان في المدينه الا انه كان يرى المعركه ويصفها لاصحابه وهو في مكانه، فقال هو شهدها يعني بوحي من الله تعالى، وكانه كان معه عليه الصلاه والسلام، كانه كان موجودا في ارض المعركه يشاهد. ان الغزوه ليس بالضروره ان يقاتل بيده عليه الصلاه والسلام، يعني كثير من المغازي كانوا يجعلون للنبي عليه الصلاه والسلام عريشا، او كانوا يشرفوا منه على ارض المعركه وكذا. فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بعض الصحابه، بعض العلماء السير يعدونها غزوه، يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام كان فيه. بعضهم يقول هي سريه لانه لم يعني يكن موجودا حسيا في نفس المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر استشهاد الامراء الثلاثه قال: ثم حمل الرايه سيف مسلول من سيوف الله عز وجل، سيف سله الله عز وجل. خالد بن الوليد رضي الله عنه اجتمعوا على تاميره عليهم، ففتح الله على يده، يعني تمكن من صد هجوم الاعداء ومن الرجوع بالجيش الاسلامي يعني سالما، يعني تمكن من صد هجومهم والحفاظ على جيش المسلمين والرجوع بالجيش المسلمين سالما لكثره عدد الروم، يعني كانوا 100,000 والمسلمون 3,000. ثم بعدها خرج هرقل ومعه 120,000 لقتال النبي عليه الصلاه والسلام، ومن معه كان النبي عليه الصلاه والسلام معه 30,000 في غزوه تبوك، هذا في العام العاشر الهجري في غزوه تبوك. فلما وصل النبي عليه الصلاه والسلام الى تبوك، وكان معسكر جيش هرقل يعني كانوا معسكرين يعني في الشام في مدينه اخرى، فبعث هرقل يعني كتابا
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قال إني مسلم وأنا على دينك. هرقل بعث كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقود الجيش لحرب النبي عليه الصلاة والسلام معه 120 ألف جندي يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث كتابا يقول إني مسلم وأنا على دينك. كتاب وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، كتاب من هرقل بعثه مع رجل من الأنباط وكذا، وجاء هذا الرجل وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كتاب هرقل وفتحه، فإذا فيه من هرقل قيصر الروم يعني إلى محمد عليه الصلاة والسلام إني مسلم وأنا على دينك. فقال عليه الصلاة والسلام قال كذب عدو الله هو على دين قوم. قال كذب عدو الله هو على دين قوم. فهنا يعني في الحقيقة لذلك يعني مثلا اللي هم العلماء اللي زي ابن عبد البر ومن معه اللي هم قالوا انه كان مسلما يكتم اسلامه، فقالوا ان كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا مثل ايه؟ مثل والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، مثل مثلا من غشنا فليس منا وكذا الى اخره. يعني فقالوا هذا يعني معناه ان هذه ليست افعال المسلمين او اعمال المسلمين، يعني فقالوا يعني انها لا تقتضي تكفيره او كذا. ولكن الصواب يعني كما عليه عامه العلماء يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال كذب عدو الله هو على دين قومه، انه تحمل على ظاهرها يعني، وانه يعني هو موقن صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام هو النبي الخاتم، لكنه كان ايه مشركا على دين قومه بسبب الاباء والاستعمار. فهنا هرقل قيصر نعم، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عدو الله على واحد يعني نعم، فالظاهر يعني انه النبي قال كذب عدو الله هو على دين قومه، هذا هرقل يعني. ثم قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيه الكلبي الى عظيم بصرى فدفعه الى هرقل. كان النبي عليه الصلاه والسلام قد بعث كتابا الى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. الصحابة الكريم تعرفون دحية بن خليفة الكلبي له يعني منقبة أو شيء يعني مميز في سيرته، من يعرف أنه كان إيه؟ كان جبريل عليه السلام يأتي في صورته. كان جبريل عليه السلام دائما عندما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يتمثل في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. كان أجمل الصحابة وجها، يعني كان أجمل الصحابة وجها، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورته إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يكون دحية موجودا في مكان آخر والناس يرون يعني رجلا يشبه دحية يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو وإذا به جبريل يعني عليه السلام. فدحية كان هو إيه رسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل بالكتاب، فدفعه إلى عظيم بصرى، وبصرى مدينة بالشام، بصرى بالألف المقصورة في آخره، غير البصرة اللي هي في العراق اللي هي الموجودة، إنما بصرة بالشام. فعظيم بصرة هو يعني أحد الأمراء المعينين من قبل هرقل، فهو سلم الرسالة لعظيم بصرة على أساس عظيم بصرة وصلها إلى هرقل. فهرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه، وأمر بفتح اللي هي الكتاب وإحضار الترجمان يترجم له الكتاب يعني. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا في حضور ابي سفيان ومن معه، يعني هم جالسون مع هرقل، احضر كتاب النبي عليه الصلاه والسلام ففتح الكتاب. فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. هكذا كانت ايه تحية النبي عليه الصلاة والسلام لغير المسلمين، قال سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك بدعوة الإسلام، وأدعوك أن تستجيب لدعوة الإسلام. أسلم تسلم، أسلم تسلم. وهنا كان الحافظ ابن حجر يقول سبحان الله، يعني هو هرقل كان يخاف على ملكه ويخاف ان يناله اذى لو اسلم، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له اسلم تسلم، لو انه اسلم كان لن يضره شيء وكان سيسلم من الاذى. بس هو يعني لجهله يعني ظن انه لو اسلم ناله اذى، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسلم تسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بشره يعني ان يسلم لو انه
في الدنيا والآخرة. قال أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. يعني الإنسان قال أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، يعني يضاعف إيه أجرك. لماذا مضاعفة الأجر؟ قالوا للسببين. السبب الأول لأنه كتابي، وكل من كان على يعني مؤمنا بنبي قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله أجره مرتين، ضعف أجره. رجل آمن بنبيه ثم آمن به، قال ثلاثة يؤتون أجره مرتين، رجل آمن بنبيه ثم آمن به، فهذا يؤتى أجره مرتين. هذا السبب. السبب الثاني أنه كبير في قومه، وأنه لو أسلم سيسلم أتباعه أو كثيرون من أتباعه، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، فيضاعف أجره بأن يضاف إلى أجره أجر من يسلم بسبب إسلامه. فقال أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون يعني هنا التفسير المشهور يعني في هذا أنهم الفلاحون والمزارعون، وهم عامة أتباعي، يعني معظم الروم كانوا أهل زراعة، والأليسي هو الفلاح أو المزارع، فهم عامة قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن أبيت فإن عليك إثم الأليسيين الذين سيبقون على الكفر بسبب أنك ستكون سببا في ضلالهم، بسبب أنك يعني أبيت الإسلام، ستحمل وزر من كفر بسبب كفرك، بينما لو أسلمت وأسلموا تبعا لك سيضاعف أجرك بسبب الإسلام. وهناك يعني بعض شراح الحديث قالوا الأريسيون هنا نسبة إلى أتباع رجل اسمه أريوس، وكان يعني له مذهب يعني آخر مخالف لمذهب هرقل، وكان مذهبه يعني أقرب إلى التوحيد والإسلام. فلما خرج يعني أريوس وكذا واتبعه ناس كثيرون وقاتلهم هرقل وظلمهم وأذاهم وكذا إلى آخره، فهو إذا أسلم يعني الإسلام يمحو ما قبله، يعني وإن أبى فإنه سيحمل وزر هؤلاء الذين يعني ظلمهم وأذاهم وغير حق. وهناك تفسيرات أخرى يعني. قال وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أورد له الآية الكريمة، هذا نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إليه. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده اللغط وارتفعت الأصوات. قال وخرجنا، قال وخرج لما قرأ الكتاب حصل لغط عنده وصاح أتباعه وارتفعت الأصوات.